بيت والله عم الخارطة هاي هيك تقول ما عم شو متحبين ما عم شو متحبين حتى وعايزين مشاكل بوي العباس هاي لو واحد غيرهم والإمام علي خبرنا والله يا رب يومكم اي والله بس ماكوش قابلية ماكوش قابلية اروح المبات هاي بس عم طبت بيت رايد مني يدعون بيها يمكن ما توعد حي اللي وضحنا وطلعنا مش اسمي عباني ما يعرفونه انت القيلات لا طب انا قلت لك والله ما موجود بالقوانين قال لا هاي اكو مكتوبه فلاي زون قلت له بس المعبد جاي بس المعبد قال هاي يصير شلون بيستغلال يعني استغلال قلت له شو احنا نبي نستغلال انت قلت له ذاك المعبد طفرنا ترى والله لو 24 انجليزي يا حبيبي هسه قالوا ايش قلت له والله خرب يومهم تلقى بس ما يجي ينضح عين من وقع لهم كسالة بس اعتقد عندهم عين حمود طبت البيت الادمي يعني قول ايش قد له وعي شوف ايش قد له وعي بالسيرفر خاف عرضي والله ماكوش ماكوش قابليه والله يعني ايش قد طاب صح على الغير مالي شنو عم الواعي بقى خير من الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 احنا 2 قص 2 15 لاعب هاي هاي يا اخوي قلت اليوم اوادم بيمشي بس عين زومبي هذا واحد اسمه زومبي قلت له لا طرح قدامي اضبط اجداد والله يمكن يعرفون كلهم اوادم بس احنا اليوم بدنا والله يعرفوني والله عندي الطياره بعد ما ترجع بس عم مسكرين ضيم ضيم اكشن والله العظيم لا اناركي الحكم ولا عشان ايش بدي اعطيه مال صاحب السيرفر ماكوش قابلية والله العظيم بس قاعد احس هذا فعلا لا في حلقة صار شيء هو صار يجي فلوس يدخل بيها اوكي اكس جوجل ما تقول له يقول له اللي كان يدار الشهر 100 حتى 100 فاطمة صديق اللي فرضها شنو ذاك الأحمر؟ هذا المعبد بس اكو شيء احمر اعلو الروش هذول الناريين لا لا ما حاضر لوز باي راسه ب 20000 داب لي انا 100 طلقه ب 50000 هو بس الطلق مالتي انا 550 الف شاجر اغلى من راسه خمس مرات انا جالس صرفت عيش واجي زين طلع في العدل البيش هاي يمكن هذا بفلوس اعتقد هو بفلوس بس البيش اذا هو البيع اس كي ب 50% طلقه كهذاك البيش بس هو واحد يبي ادمن قال يدمج يعني دب كتاب ما استفاد عندي هو يصير احمر اه والله تذكر اذا ما هو قدامي والله اي شنو عايز تسوي بس يجزي وهذا الشيء ما حمود مسوي تدريب ترى يحب مسوي ابن علي انا انت ذاتك عايف الوعي على سقع عليك بونص عايف عايف الوعي كذا تصوير علينا قاعد عليك هاتوا لي الكلب ده عشان اوكي ثلاثة من ادمنية علينا اي والله لا 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 ادمن 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 يا فخت ادمن 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 كم هير كم هير عمودي براك براك في الكلمة طبعا سوق في هاي هيا غير مو هاي مو هاي اه لا بيها قلوب تأخذ براعة اذا كنت جيت تذكر يا بس خبرات الطائره 2100 متر
اطلع براك وبدينها بالماي. لا 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 مو براك مش يتقطع مشكلة. تقطع كلش راح نعيد. بس الساعة بالاربعة يا اخي ايش في النتس؟ يا ارجع على سوا ما ارجع قاعد. راح تبدي كتقي راح تتشيل. ادي بابا. لا حمودي. حمود فيديو روح الاول. انزل. لا لا تنزل. شوف العماوي والخضار والسراء. وين لازم اخليه ينزلني. ابو انطرت. هاي بشوف مكان ثاني. وصراحة ما بشوف مكان واعرف زوق انا بس بتسيطر علي. كان يهبط هناك. بس يا الله شكبوا انت يا بطل. انزل انزل خويا. بدقني المروحه. لا اصطفي اتوقف المروحه. يلا انزل. اتوقف وين وايد شنو؟ اصطفي هذا قبل من هذا قبل راس اخذته مالتك يمي جي راسي هو الماي سرعة سرعة ساعات خلي اروح من هناك وننجل شنو ننجل؟ نسوي زوق هسه قلت لي ما انت شو اسمه الذب هنا لو تريد تروح وجبه ثانيه هناك ما ادري اقول لك عليها وجبه والله حسب نقص سرعه هاي الشحمه لي اخي هو الحين حسين ما اسوي المعاهده. اي والله. محمد الساعه 2:05 الله اكبر. موسك والضيم. الله اكبر قرع الكذب والضبط انا كلش اختي الوحش ما تعرف السيف من يجي. اخو علي. بس جماعتنا ما اسوي المعاهده. من يجي يطلع. من يكتب لك فوق لافته تعال. طلع. تعال اجي علي اجي علي اجي علي اي على الساحل. المشكلة ما اقدر ارمي يا اخي. رجعت ثاني. هسه وقتك. يا شو اسمه اليمن؟ نوم كلش. صارت بيات. بس ما اقدر ارمي علي. وعلي صقت اللحم. بي طقاني دفعني لورا. طيب شنو تاخذ؟ انقضى شبين؟ قرب عرضه الاحمر. خرب عرضه الاحمر. اول واحد ارمي علي هو. وتو انا هم ارمي علي. وتو ولا مات؟ مات اخر واحد بيه. لو قندره شايل ارواح ما شايل هالشمر. قال مو بس اشرحه اشرحه واكمل واقول على جثتي. ماكو يعني 500 طلقه والله ايش قد؟ والله 250 يمكن. انت عادي من تصلح تجربتي. اي والله. ما عادي تصلح تجربتي لعبان نفس. بس هي بعد حلو عرق نمشي لا اسوي ولا اركب وائل وجيب لنا اياهم وتعال لا بيت هذاك الولد.
اكيد وانقذني، اول ما طحت قتلني. وعلى سيطر عذن الغاليات ما ياخذ الحمود وعلي رضا يطبر وعلي رضا يطبر وعلي ولو 500 طن قتل خليته 187 بقى حمود راح اطب شوي للعمق وانتبه لي انت. ايه انا المشكله ما اشوف. لا تطلع كتابه فوق تايم تو داي ما اشوف انا هنا. لا سوني تغطيها كلها هاي. اه والله يعني شو ما تروحش شو ما توحش تايم تو داي كاتب لك. انت كلها ولا ترمي انا راح ارمي. لا ما ارمي معي. بس هذا شيء بالله قلت حتى بعد انت بهزه. لو ترى سقيت شات يقول جكسار. لا اقول لك انت عارف عن الماي. قال ما يتقدم وياي خيف. يعني الدنيا اذا ناقصه انكتب. يا ريت يجيبني. يمشي على الشارع ما يلشون مع الشارع يحبون التراب بس حتى مو كاروبا هي عبالكم. سمعت صوت دبابة ما طلعوا لك كتاب هو انا سمع صوت دبابة اه والقران اه هذه وراي يلا راح ما دخل لحالي ما لا بعيد ما راح يجيك اوك شلون بكي هذا ما راح يجيك راح يجيني انا ولك يا علي هذا ما يسمع صوتك ها آه. اي هسه جاي هسه انا دوب واحد شردني وين راح؟ مات وزبل قال لي كافلي والله كافلي اه بعد واحد جاي يسمع صوتك اخبار عليك العبارة هذا العاوي ندري منين طلع لي اركض اركض طلعت حاشر من المحجر يا اخي ما جاي يشوف عظيم هلا والله ايه اي طلعوا اي هم اي هاي اي هاي كتاب اللافتة متأكد؟ متأكد حتى استمعوا اجا ذاك تعال علي تعال علي تعال علي ما ادخل تعال علي يا زباين جاتك حمود ولا كل ساعة حمود يا عمر مو ترميني واخيرا اخضر خايب عمت عين عليك والله قلب ظل يدق عليك وين هي اخضر الثاني جاني شوفك ولك ايش قلت الاخضر اربعه الله اكبر هاي طلعات الحلوه شو طلعاتك الزرمه وداك كم بدا يقول لك جيب لي دبابه غيرت طبعت بنص الجزيره ولك خمسه دولة ما ايش قلت له يا الله بس دي بكره ترميني حمودي عرّاس عرّاس يقتل عرّاس يقتل بسرعه اي صحيح بس انا من الناس يا يلا خويا عسل شنو يعضك كل شوي يسلي السيف ولا تعال ويا هسه اجي طياره واحد بيت طيب والله يا ولد علي شلون نسوي السيف شو صرت؟ هاي اليو بي اس لا طياره ما ادري شنو طاح لو شوف الاخضر ثلاثه طاح قد تمن ثلاثه يم وثلاثه يمك سته من ايش قد؟ انا قصص بالاخضر وعيني على الاخضر انت تقصص بي اه طلع صاحبي قصة وغاطه رجع بالماي بس طبعا النت بيضعف حمودي اي اكو فصل الصيص اي 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 جاي يفصل عندي عن حبوي بس ساعه اه وين؟ درجه في الوجه رماد وين رماد؟ شو ذكر؟ لافا لافا اسمه لافا هو رمادي هذا حمودي هذا شلون؟ هذا رمادي هو لافا المكتوب عليه لافا يعني رمادي اه
زين له مو زين. هو هذا لحمه اللي لعبوا نفس. اه والله هذا ينباع 70، الذاك ينباع 100. 100 ذاك الاخضر بمية. الاخضر ب 100 اي هذا 70 اخضر ب 100 ب 75 اه 75 75 اعتقد. لا اكو واحد ينباع 150 يمكن يمكن ما اتذكره بالضبط. خاف وحش؟ لا مو الوحش ما اعتقد. ها روح بعد كيفك؟ هذول خضر ايش؟ خضر باب ثاني ذولا ما يفيدون. تطلع على اللي قدام حتى ما تعيش شوي وانا اطلع عليك. اقفله بنفس المكان هنا انا اقفله خلنا اطبل بالعمق. اي هاي هنا اخر جزره هنا. ليش اجى ويا الدبوبه؟ كان قال ذاك ذاك وحولي. لا هاد وياهم اباني مو وياهم. يلا وقف لي هنا وين انت؟ هنا؟ يلا هنا بهاي الجزره هنا. يلا خلنا نطبل هنا. هذا الشغل. تقتل لك وحش خلص طلقاتك ويعطيك 50,000. بس انت انتبه للافت اذا اثر عليك. اي ترى اذا مسافه بعيده كلش ما يسمعوني. اي ادري اي ليش ما قدرت توت كلش. بس انا عصا عادتي هنا قلت كلام الله قام سوي يطيحون فوق. غير توخر مال القندره الدروب. يا اخي انا المشكله ارتبك بالمحجر. ساعدت كلش. ها؟ تعرف يوجع وجع. ها؟ خلنا نشوف وايد جهه. انت وينك؟ اوعى كل واحد منا. اي وقت يمكن، وقت اللي يطلع مو غسل. وصلت للبحر الثاني. هاي جس وصلت للجسر. راح واحد يبيع مشي اثنين. اه بالسبب، صدق هذه البيع. هذاك هي. اي يعني جزيرة نفس الجزيرة، بس تعب هذا الجسر. والله لعبتها بنص الحفرة. ماك اوه هذا دب اخضر هذا وين؟ هذا وراك وراك اوف لا تمي لا تمي لا تمي ما معي لا تمي لا تمي لا تمي جرحني ما جاي جاي معي هسه جاي يجي علي مات شوف دم السوابيد من الزفر هذول اكو تايهين يمكن انت عطشان ترى جوعان مو عطشان ما تسمع صوت شو اسمه الدب انا ما جاي اسمع ما جاي اسمع هذا شرحه هذا ما اتذكر شنو الاكل نادي شنو مره رجعنا بعد أيه. الله اكبر ما حط اللقمه بحلقه لقاك هذا الاخضر كنت انا اسف اي الاخضر ابوي الله شو رميته وين ما مات أيه. حمود لا تظل خاف يجون ما نقدر ما صدق شايف هذا يربي ابوه اوه والله خلص عليه هنا لا شوي قاعد اي ها ولو هذا ما طعم من المكان بس ما يخالف بس على فوق الشفت شعر ما صارت؟ لا خل فوق شو اسمه لا شفت شعر المدخل 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 وقعت هاي شفت ايش فيك انت هاي ها شنو؟ تخترقها بي نودي الحمر دب ولا هي نودي الحمر واحد هيك وينك؟ اي هناك انا بس يا حمد وين اشوفه من هناك انا؟ اي شات بس ما اقدر ها وين هزله؟ هنا ما يطلعون اعتقد بالغابات كل ما تروح للعمق اي الغابات تطلع
بس انتبه لا تجيك حمولك. تعال ترى تعالت تقدر يعني مسافه 220 متر يرر هني تحوم. انتبه انتبه شوف خلاص. بس ذكرت من اكو واحد جيت وطلعوا لي ذاك مكان احنا كنا شو اسمه ايه يلا حاجي ولد شو اختفيت على الساحه شو الساحه ذاك ياكني الابيض هاج دبوا بعد كذا مالته روح للبيع انا عاد فوق النص ساعه بس ننظف اي والله وعاد نشتغل قصاص يكون هسه بس هذا ادري هي غابه حاطين محجر المن مقسمين اراضي ذول المزارعين نوب قواد قب حتى المحجر يقوم زين طفره تقول حصان ابن القندره ولا كان وزنه 7000 كيلو طلعوا ما طلعوا انا يم وانا يم طلعوا روح للساحة الحمود هو للساحة انا بس وقت الماي هلا بالاخضر او رمادي رمادي بالله اخر شيء خليه خليك تدوني شو مستعد تقول احادي راح تنسى بس واحد اخضر جوك زبالة حمودي يا دوبي اثنين حمر وواحد اخضر عرب حظ على الدم الشاي شنو هذا؟ الاحمر ها شنو هاي؟ صدق كذي بس لا طحت لا ما طحت ولك دقيت على دق المطايا ما يموت ما تو خلصوا؟ خلصوا الاخضر وين؟ ماكو هيك هذا اخضر يمي اكزايد بير ايه مو ارواح كارثه بس هو هم زين الاخضر بي اربع جلود ايه يعجبك هو علي خبط هذا الاخضر الثاني هم اخذ الاحمر يمكن بس اثنين مو؟ اثنين الاحمر بس اعتقد الاحمر غالي حمودي لان هذا اربع جلود يجي والعلم الامريكي 7500 جلد ما تذكرته اي قليل مو؟ اي قليل 7.5 يلا خلينا نصفر يلا اوف هذا احمر لا هذا احمر هيك عاوي مو هذا الاخضر مكتوب عليه ريد لافا هيفي كولون كم عاوي اقوى اثنين اكزايلد واللي مكتوب عليه شو اسمه؟ لا بوس على ما طلع البلد وين البلد خليه بالارقام هذا اربع اياها والله سياره اربع سياره هاي الارقام حافظ قلت اكثر من عندي والله بس طلعت يا وانا ذني شو يصلح وانا ليش يا هوجه وما احب اذب انهي ها وين؟ دوق فليز مسي عليك واحنا بالبلم طلعوا؟ احنا بالبلم طلعوا تتهات انت شو براك؟ تعلمني في سكت راسه والله هو صدق طيح احنا راح امشي كله براك بنام اي وانا ضل ما اضفر بس المشكله لين ما تموت ثابت ولا انا اليوم نفس الدنيا هنا وين عريس هذا راح يصير مزاق طبعا
ما قد يكون ما يخلي البلين يمشي بالمساس. ودي اذا طبل عمق شو اسمه؟ بالنقرة. تذكر ما طبلها بالنقرة بالطيارة. زومبي ايش قد؟ الله اكبر. بس بالطيارة ساعة كاملة بس يريد. قلت لك وايد مع الاسف عليك. اتوقع اذا ترميها مستحيل تروح القاعدة ما طق لها. بلحمة اي. وانا مع الاسف عليك طبقة لعبتي وساعتي صعدت الطوب زي القطر. احنا قفلنا احنا عندنا ماي ساعة عندنا ماي ساعة بس مثل هاي القطعة تلقاها هناك مشمورة. بس يعني الحج ماي نزل وحشر عليها بس هسه شوف بس يصعد ماي يطفو بس غاطي البلد ما عارف بس يطلع هسه يطلع مقطوع النت هسه يطلع وصل البيع انزل خوي انزل خي اعطيه دفعه غرفتك بس تطفك كهرباء كلش اي جدار كلش حاله حيطان حمود انا اقول لك طبقه بل لازم من بولا اي لا غلف سطر ثاني وهذا بعد ما دافع اه ممكن اطبقها واودي بهواي ثانيه كلش وضح لي القاع هذا الدنيا تنفس انا اجيب لك مجموعه دبابه والله لا مش كلش مشتهي كذا بسفر صاله يعني تحسب الدبل واحد يعطيك اربعه يعني واحد 400 الف الدبل واحد 400 الف عجبك انت جامع بس خذه هو راح اعطيك اياه كلش وش قد يصير مالات ومالات كلش محله صلح خلينا نبسطين ونصلح بيهم صلح لي ناله وين؟ لا هو هناك يم البيع. او خاف عيب. والله والله استحي. حتى ادمن بك يصفط وعد يصير سكافي. ايش معناته اللاعب يطير؟ يطير ويرمي. شو الموج؟ لا والله هاي غرفتك حيطان تحط لها سقف ثاني وحيطان. تغليف فلين وحط له فلين من جوا شايفين وايد بعد حر فلين ياخذ حراره بالعكس لكن شو اسمه ثوم فوم مو فوم لا يسمونه شو السالفه مو فوم هذا حط له فلين تغليف سقف ثاني هو الحائط يبني على حموره ما يعبر الفلين وبارد شلون اللي فلسطون بس شنو اذا اشتغلت سبل غير ثري والله اول السيراميك يصير وارد صحيح اي بس انت عاد تنسى مو هذا كونكريت هو حار ايه. هو اصلا حار ماكو شلون يعزل يعني تصور وارد غير سد الباب راته ما يتوصل شبكه مالته انزين جوا ماكو يعني قبل كان راته البيت كله بذاك البيت ايه بيت كله ارتشاف مستشفى ليش بعد البيت؟ ماكو اريد تطلع اشاره حبايب رايح امي من وديتها على المستشفى اطلع برا يلا اتصل على الشريحه اطلع برا صوتي قطع يعني اذا 20 دب اخضر 2 ملايين. ماكو ثاني. 6 9
يلا خلي صف طول شو اسمه Let's go. على وعدك طيب خلينا نصلح الجودة هنا حتى والله العظيم والله انا افضل انها احسن دي بالخضر اول مره هو سكل الجيم هنا ونصلح السوق هسه تجي الدبابة ابن عمي هذا جيلتي شو اسمه خمسة مية مية ثلاث مية أربعة مية خمس مية ست مية سبع مية ثمان مية تسع مية مليون مية ميتين ثلاث مية أربعة مية خمس مية ست مية سبع مية ثمان مية تسع مية اثنين اثنين مية اثنين ميتين اثنين ثلاث مية أربعة مية خمس مية ست مية سبع مية ثمان مية 900 3 3 و 100 3 و 200 3 و 300 3 و 400 3 و 500 3 و 600 3 و 700 3 و 800 3 و 800 3 و 900 4 4 و 100 4 و 200 4 و 300 4 و 400 4 و 500 4 و 600 4 و 700 4 و 800 4 و 900 5 5 و 100 5 و 200 5 و 300 5 و 400 شنو يعني؟ اها انت 5 و 500 5 و 600 5 و 700 5 و 800 5 و 900 6 6 و 100 6 و 200 ستة وثلاثمية خويا جايبين البلدة جايبيها شنو؟ البلدة جايبيها لك عم اشتريها عليك الله بس انا ستة وبعد هاي او ستة واربعمية ستة واربعمية ولك انا كارف كيف المطاعي حمية نزل اخضر انا اقول هسه خلينا نزل هو كله كله بعد دفعة واحدة صلحها وعلى كل راح نطلب البيع ما عنده فلوس البيع لا راح يحول لنا في زكات على ام تي اي تي ام يسوي لك كاشات اقول لك هاي ما تكفي ويك شوف القائمه صار ايش طوله وانا هم اخضر هواي ماخذ يا احلى شيء هسه راح يقول لي ما نشتري جلودي خلاص الله عندك تصليح مال شنو ما عندي عندي انا اثنين خير من الله يمكن راح تطقني بالعشرة عمودي هذا الغالي الطوخ له الفاتح لا هذا الفاتح من تبيع الحين برا شوف الفاتح بيش والطوخ بيش اسعار هو راح اخليه كنا عندك تبيع حلو شوف اوفر من الله لك ماخذ انا هواي عبالي قليل خضر؟ ايه كلش هو قلت لك طاقين 10 ملايين حي على الصلاه ومن هنا كان عندي 3 ملايين فوق ال 10 هو علي فوق ال 10 حتى نشتري لك هاي البدله لا يا اخوي هذا بدي 10 ملايين على الجنطه شاف هواي بيها هواي حتى ملابس ثانيه اه والله العظيم يعني تشيل بنطلون وتشيل قميص وتشيل جنطه غير ملابس تلابسها وانت شوف القائمة قمت ترجع لورا حتى تنزل بس هاي الجنطة ابو الالف فادتني لله لله فادتني حمودة حتى ذا هاي شو نسوي؟ ناخذ لنا بعد جنطة ابو الالف وعلى البسة تصير الفين بس شو نسوي يا مارك فاضي اه عندي وحدة ثانية اي ذكي وانا هم قاعد وحدة ثانية اه هي يلا خويا خلينا نصلح هاي شنو الجلد هذه؟ هاي تصلح جلودي هاي متأكد؟ متأكد
يعني هاي هم تصنيع جلود عند 30 وهاي هم تصنيع غير إذا عشان شغل ذا فوق شيء تمسح حط الخيط أكيد هذا هو يصلح بس حمود من يقول لك ريستارت خوي أطفى أطلع للبلومبين وصيغة تيجي شيء حمود ما تأخذين كلين أو عين بس البي اس اس كي والله ضو جوانبي كلش اي ها ما تقيل لك مالته تريد اعطيك اياه؟ ايش تسوي بي؟ ليش؟ بالعكس في لك مو ما انتبه انا هاي مال يريد يخلص ياخذك يوارس ما يعرف انه وارس دادي بابا قدامك انت بس تريد تطيح كم بالغلط ادوس دقمه يجي لك يا سيدي بابا لا 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 برمائيه حتى خبرتني يا طبيب ماي واحد علمنا في طالب يكلكلوا من يدقمون لنا نص جزيرتهم يقول يلا اشتغلوهم وعلى البارد اشتغلوهم عشان ها لازم جاد يستخدم بيه نفسه جاد يستخدم بيه ها شو ظل يحمل وواقف جالسه بعيد انا عليك ليش؟ ظل يحمل وواقف ما اعرف ايش مين لا يا الله لا لا ما يختفي ما يختفي بس لا ريستارت لا لا صار طردني والله في الحظ اذا صدق يمكن سكي بالسيرفر ها ما جاي فضني والله شوف لا مش الله شو اسمه خيط شو اسمه كأرضية حمراء بالراوتر من اسيا لا قريب خلص الاشتراك لا يا اخوي باحف اوتي باحف فعلت ها والله العظيم ها اي فرش طريقه ها اي كان يصير فرش طريقه وايد طفي الراوتر ان شاء الله بدون زحمة عليك لا لا هاي هو اشتراك ما تعمل يوم يخلص انت؟ ايه ما مجتنا رسالة ما شنو؟ بس انتظر علي قلبي يم الله لما يجي انت ايه يا الله بس خذ طيب ليه؟ طيب
لا بعدني ممتلكات انا. ها؟ ها. انت شكلك. ايه يا الله ما راح. المهم لو لا لا اذا ما دخل. ها. والله. انا جاي بعقات خلي يصير كين خذه ولا يكنك. رفيت الشغلتين؟ رفيت الشغلتين اوقف خافي شو اسمه سم متحرك سمك هذا مهما حد حركه لا يرموش اذا بابات كم يعني شو اسمه بس زين الناس مالت يرحموا لي ديش مره دي مشكله اي بيومها كان الفصل قطع اي يا اساس زين النت حتى ما يطلع اشاره مال اللي يضعف بالانترنت بس ما حد حرك الراوتر ما يتحرك السيم كارت حماوي شنو؟ طافين اللابتوب جاي بعيد حماوي خلاص خلينا بس بقدر تحمل كهرباء تجي بثلاثة كهرباء لا اشتغل؟ لا انا خليني الميكانيك بعد انا خلصها بس طفري قبل يا محمد اي طبعا انا هاي الضوء ما اشوفه لا انا حتى انا ما اشوفه وانت اوضح من عندي انا بلازم مونيتر شويه ضوها اضعف. اي مونيتر اضعف صحيح. بالجاي شوفون هاي هنا صوره اوضح عندي انا. طبعا لان دقه صحيح هي بكسل عالي بس كثافه البكسلات هنا اكثر. اقل تصير لان ما عليها لود. ما متوزعات. بالضبط اي ما مطشر. اي لا يعني جاي شوفون اللعبه هنا واللعبه هنا. تقول الشاشه مو هاي قايسينها فريماتها بس انا ايش اسوي بعيد ايش موبايل اوضح من اللابتوب لان وشاشه اصغر في البكس شلون مثل ما يقول بكسلات واحده فوق الثانيه. تقريبا اسمع الصوت ما ادري شنو. انت تقريبا البياع اكيد يعني تسمع صوت. لا صوت شلون الديب ها واحد واحد قاح غير دخن يضب الحلو. يا طلع مشكلة مال authentication ها خاف ال user يسمونه لا ال Steam خاف ما بكلك no connection ما بكلك قد أطلع أو طب يجوز Steam صحيح إيه Steam no connection إيه no connection ما أبو نفسه اعتذر باللعب. ايه. لعبة الخير في الأربعة، لقيت شنو قبل من اللعب. ايه. سووني قبل من اللعب. يا أخي لعبة روح من اللعب الحربية. ايه. شنو قال لك؟ وجع فصل ايش فيه؟ لا أبوي بكلك. ايش فيه بعد؟ يا بكلك عليه. واي فاي مالتي ما رابط أنا ذني أنتنه، ما أصلا بعيد.
ها عرفة واير. لحظة يشتغل إذا أفتح صفحة يشتغل. يشتغل ما بيش. ستيم. شو أنا أسوي بالستيم بفرش؟ سايق أو جو أوف لاين وطي جو أون لاين. أوكي. هو إيش؟ هذا طلع من التطبيق هذا. صاحبي جاي الهيث حاجة ها محتاج شوية والله خلي اطلع من ستيم اي هسه رجع شكلها استيعاب شوية بطيء يلا ترى اذا كم دور راح ابيعهم وحدة اثنين الناس تتبع لك تبغى واقف مكانك طلعاني ليش؟ كسر خلص النت جاب 12 خلص خلص بعد 70 جيجا مش خلص خلص راح 70 جيجا لا ابغى اضبط خايف شنو الحظ الرجل؟ ما ادري شنو الحظ الرجل؟ كانك حلي ردينكم على هالحظ هذا شايليني دائما قعداتنا بيوم مشات النس ذكرت يا الله شهر كامل اريدنا نجتمع بيه على النت مالته نخلص ماكو الباقي اللي جيت بس لا ضربت اللعبه يا اخطاء يا خاطر رب الاخطاء انا حتى انا معلقت عندي والله يمكن متفقين اسيا وزين علي شنو هاي الرسالة تحولي؟ جرس انذار فوق. You have entered، لا يقول لك هاي دخلت على سيرفر اكزايل، القوانين مالتي يقول لك ممنوع تحكي لك واحد وهاي السوالف. شوف الكب مال والدي جمجمة. الكبك حاط لك جمجمة. ما عندك شيء ما عندك شيء؟ لا ما عندي شيء. ايش ما عندك؟ طبعا كهرباء هاي. هاي نقطة عندك واك. يم اللي بينزل التواليت. هاي رئيسية يا حمودي. ايه على التواليت يا تويت. بس التواليت؟ بس التواليت يمه. بين مستويات وبين لا هاي لقيتها من هنا شفت هاي اول هاي يمل يمل المعرض يمل مستويات بين معرض وبين مستويات ها بس هاي اشتريك 100 جيجا 100 جيجا اشتري قبل 50 50 ايش؟ 50 جيجا 50 جيجا بيش 20000 25000 نفس السعر ولا 100 جيجا 25000 شو السالفة؟ والله معقول ايش مطايا هم يخلون شو السالفة؟ اي مطايا والله والله العظيم دش مرة لقيت 12 جيجا قال لي ب 15000 ترى قلت شنو بقت على 10000 100 جيجا على قد تطبع بيها براحتك هاي مشتركة عندي راحت بأربيل ايه يقول اشتركت على الكورة 35000 تقول نت شهرين شهرين طبعا نت شهرين مفتوح اتصال مفتوح شهرين تقول بس مو نت تقول الله اكبر تقول عني بس نيتي طبعا على الموقع عندي اسوء حد
الله اكبر. تقول ضايم ضايم مونت والله العظيم. و 35000 35000 بس تقول بالقران تقول النت يعني مستحيل مستحيل شايفينه بحياتنا ما شايفينه. تقول عاد هذا 4G مال اسيا تقول هذا طق بلي تنعاد. هيك حجر كم ايش هو ها شو مالت الخصت هاي عندي. وكان بعد بحيل عندك نعطيك عندي. سلام صلحها. بما صلحها. صلحت واحدة ثانية. ما تصلح. وين ماكو هيك كلاوات. والله كل هيك. اربيل زين والله هذا كاظينها زين مو في النحل قواوي تبع الايران عبيد الايران يفكر بمصلحه شو اسمه صحيح هم حراميه بس عايشين شعبهم والله العظيم عبد العباس لا عايشين لا حرامي ولا عنده روح شوف تطابلها اربيل وشايفه غير جلي في رفض ما والله عبالي تعتبرها عراقي ما لا ابد ولا من العراق لا كهرباء والله العظيم على الحلاق راحوا وذول المسيحيين أيه. لعبوا طوبه بمساحه عامه قلت لي ميجوم شرطه ماكو تقول ماكو ثلاث دقائق غطونا الشرطه يقول ماكو شرطه من لعبنا ماكو ثلاث دقائق يقول بس نزلنا الطوبه اجونا غرامه 50000 وخذوا الطوبه من عندنا قانون عندهم مو طبيعي مو طبيعي احنا وين سد الشارع العطوه شايف ايش عم تكره ليش عم تكره بي النظاميين ما يحبون ذول النظام اي ما يبدو النظام احنا شعب العراق ما يريد النظام يريد خربط كيف عشوائي ايش قاعد انت شفت المره حتى انا وياك القمري كمان البصره سووا بينا اي ترى ما سمعت انا بس شنو البصره ما لا بس شنو محافظ قاعد على بركان وايد. كله جلد احمر. سوي الفي اس اس بعد. ايه. سوي المعنى على شرف حيوان وايد. وايد اصدر خير من الله. الله يجزيك راح انطق. انت متاكد جيت كلها ذبيتها بعد ما عندك جيت؟ كلها ذبيتها. هاي سنتاكد. بس عم يجي نطمن عليه فد شيء حق الله فد شيء. هو ما ياخذ مساحه جلد. والجلد هم ما ياخذ مساحه هاي قولتين. يعني هاي اذا اخذ الجنطه اضم لك واحده بيها وتحط لك واحده على متنك. شوفوا شلون انا اوكي. يكرم الله السياره وست ورا على ظهرك. موجودة يوم تستوي هنا أنا بس ما تفيد. ما تفيد هنا أنا أكثر إيه تبي حار. هي كانت يمهم ألف هي أعتقد. ونخلي بيها صندوق أبو ألف ونخلي بيها 400 أبو 500. وهذا الصندوق هذا اللي فتح كبير. إي وتابوت. الله أكبر. يدرس أسلحة ونجي. بشر ما خلصه. يشوف الضايات اللي بعتهم وال الظلمات كاملات انا صدقني كملت اللي عندي انا اتقدم عليك بيك بون اخي شي راح اخيط ايدك بالغلط بس على اللي ما يقرا انجليزي ما يدبرها لا خلاص انا قلت تواصل ويا ادمينيه اي ما تقدر اي لو نسخه عربيه شلون ببجي بس يا اخي ما يضبطون الا العربيه ما يضبطون كونسيفرات عربيه اي خبر الله اكبر خمر انت اصالحه
يلا خلصنا ما بعرف ما دام طلع انت جاي تقص اسمي ايه طبعا اكو جديد عاوي ومن واحد عاوي ذابه وياهن وما يعرف قد قيمته الخايسه يا هذا الاحمر لا لا هذا قصاصي زبالتي الزباله يا هذا قصاصي عليك والله العظيم مين قال تبيع حتى لو بلف نبيعه حبوش يطلع لهم قهوه وهذا ما يعرف شنو الفيلم بعد ماكو يا ماكو شوف هاي الزباله اللي هنا وين ما هذين جيود حضرتك شو اسمه هذين تعبانات هذين هذين مباريات هاي جاي اشتغل بيه يا ستي يا اخي ايش قد جيود جيت على هذا اشتغل بيه جرى منك انت معرض شو غرفتك دخلت لله ومن الفانات اذا بنخرج كم يجي يطيح يدوب فوقنا ويطلعون ذول الزوم انا ما جاي علي يعني كل من اخذ جلد ثاني شرفك والله شوف الرصاص بيش شوف الرصاص اذا عسى يكون الرصاص يطلع بتلزمين ثاني على سيرجع والله عمي نشطة هاي تسوي جلود ليش ما صاير ليش ما صاير أصبر لوفا ليه خضر لونها بعد وين أكو إذا وون يعني هم تعبانة ويا علي وهاي وون خلي أصلحها ربك لو مو نعس ما ينام هي غير فرصة العمر اي والله يلا اخوي لمي اوه فوق خلينا نتاكد تفضل من تجي معي كذا شوف ثاني الايوان يمان ميسن بريستن 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 ها هاي وون بس هذا حمراء هاي وون هذا حمراء شوف فرق بين هاي وهاي اجو الاخر هاي ابو 100 الف علي هو اللي لحج حتى طيح له 25 انتبه على الاحمر وايد شوف الاحمر الضاوي يعني ما بعد تعبان هذا بعد صلحها هذول شوف ذين كيف باع بعض شوف ذني هذا يباع لي باعي هنا يعني. هذا شوف فرق بين هذا هذا كيف تعبان هذا غرفتك قبت نار لله هو اللي يعبون نفس واشوف انا حتى الجامعه ما تكتب شيء اما الله يساعد الراوتر اقول انت ما شايف الفان اللي هو حاول يدب اللاب شوف شلون كبره حقه يفصل كيف درجة الحرارة؟ 89 85 اي بس البوسة الكارتشاشة ما يصعد ما يصعد اي الكارتشاشة ديزا ما تيد كارتشاشة اي عشان البوسة 78 الكارتشاشة 72 اي تيد معارش ديزا ما اعرف ليش يعني عكس الالعاب اي شلون يلعب استراتيجية نفس الشيء اي يعني أنا أقول لك ما بيها الواعي بهواية إيه وتدور معالج أبو علي جلدة ما يقب عمي البركاني جنبتك هذا الخبر بعده كله ما كامل لا لا كله كامل بس ذني ناوي بوكاني بعد أوه.
تايوان. اها بعدين فوق نص ساعة هاي عودنا ما فوّلنا للأخير تدري لو لا جنت بعد فوّلنا الجنطة هاي نشتريها إذا مشتريناها كم شيء كم جنطة شيء أنا أقول لك وين هي لا أقول لك جنطة يا حمود هسه اشتريها شوف تشيل جنطة وتشيل بنطلون وتشيل بلوزة وتشيل شسمه وخمس أسلحة وخمس أسلحة وحذاء وكل واحد من هذين يشيل وجبه كم راح اه والله خليك كفن كلين واشوف يدي صغير هو كلين خليه ذي هاي شوف انا بعد اكو عندنا ما عندي ما عندي بعد خالص باي ما عندي دبيت هاي كل شيء ما بيها حمود دبيته لا لا اخذها فارغه من تاخذ اي خاطر بس مخلص الشريط مالته اه شريط يا مو سر حمراء اي شريط اوكي صح حتى شريط وخلص يلا او فيني فيني ليه شوف الفلوس راح تجيني يعني صور واحد جاي شيء ثاني شوف هذا الرصاص العيب تعلي والله بديش هسه يطلع ياخذ خلي حضر لك زيج لي قدام عظيم أو خل روح اجيب بس وجه على ما تبي ها يلا بالثلاجه بلا اي بس وال شو حاول تروح بمكان امن خف خاف يجونك ثياب خلينا نصعد البيع حط على البيع قدام يلا بلا وال عندك كيف خلينا نفر خاف اخوي يجي يطب جوا بالغلط وين هو البيع عوضه هو من اتش كيو اي بلا اتش كيو خلاص لا حق كل شيء يصير الدنيا هذا ما تهمني كن هيك بغض لاعب يقتلني حتى دعوه قضائيه وسوى ضده حق الله يرفع عليها دعوه حتى حسابه مال ستيم عضو وانا ايش اصلا مصرف وجاي يجيب الكرابي كل ما ذكر ايش طياره شفناها شكوبو طيارة هليكوبتر ايه ما قاعد شفناه اه ايه مرة وحيدة شنوك مدري شيوي زاوي زاوي هيوي الله خاصة ما راح ما حلا ما نمت والله العظيم نعم مسجد ماكو منا بتعب ايش باللي يصير؟ زر ما قال له ايش بده؟ اعتذر عليه ما يحمل. واحد طايب الهواء. ها شنو؟ يلا اخوي خلنا نروح اجيب اللي يصير شوف الرصاص بيش حمودي. شوف اسعار. وي شنو؟ 10 ملايين. شوف 104 104 لمينا. قصصنا 104 على جسمه. كل 50 وحدة 5 ملايين 10 ملايين والله العظيم هذا شو اسمه بعد 50 بعد 50 روح 10 ملايين بيعدله بعد 4 10 ملايين 400 هذا 37 ها هذا 37 50 الف هذا بس اكو وحده ما مصلحيته مليون 850 بعد وحده الرصاص بيش الرصاص 15 شيب احسن من هذا هذا ب 10000 شايف ما خلك لحمل 20000 الاخضر الاخضر؟ اي الاخضر هذا الفاتح هاي الطوخ هذا تحكي عليه تقول النباتي رخيصه لا مشكله احنا ما جات تنباع
محمد قل له هاي خلدي خلد ما عندك صرف ما عجبك سوى الجلطة عشمو تشتري الجلطة 13 مليون الله أكبر هذا الشغل ايوه علي يلا يلا يا علي ولك السمو مال الشارع عبرت من غرفتك دولك مالي هذا دايت الشبيه موجود؟ ماكو والله بس طلع عشان بكيفك ماكو هاك يلا رجع هاي جبت ماي لا تجيب جوا حارش يقولها ولك ولك ابرد ابرد من غرفتك لقيت جريت واحد ناسي لا اكبر طلعت اكثر من 20000 اشرب التو الطيب شنو اشرب بس انا ما ارجع اشرب التو لا باع هي ما كيف واحد شو اسمه اوقف اي نهايه كاف 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 مال مال لا لا هو وايد والله عظيم وايد ولا كنا قالت هي ما سوتنا تشوف هذا ما يجوا ذاتي قل له اسال الادمي قبل لا تشتري الجنطه حمودي قل له شو اسم الجنطه وشوفها تاكد اعرفها والله لقيتها من ساعه متاكد منها والله فاشل تقول ذبح حرام يعني وين ودي 13 مليون صديق وانا عندي بناكل 4 ملايين خويا هاي كم ورا انا طلق نشتري كم طلق ايش قد 100 مليون كلش كافي لك وين اذا هي 50 طلقه 100 طلقه ب 50000 ها هذين وقف شنو هذين؟ هذا ب 15000 ها الفاس مالتي هذا اشتريته خل نشوف وين اللي انباع خل نشوف والله شوف وين هذا انباع نفسي ما ينباع ما اريده خل افرق كذي
حمود هاي شنو هاي؟ وين؟ هاي اكيد؟ هاي تصلح الجنط شو اسمه؟ الجنط لا السلاح لا سوي كيد تصلح الجنط، السلاح الاول وحده يمكن حمود الجنط هاي 1,500,000 ام الجنط شنو هاي؟ ايه بس ما ابيعها تفيدني هاي كان راح ابيعها هاي الجنط بعد شو اسوي؟ لا وحده خليها على ظهرك هي على ظهرك والثانيه خليها بالجنطه اللي حطيتك اياها هاي هاي راح تبيعها هاي هاي ضام هو ما عبالي مستخدم احنا لا ما مستخدم ما ابيع شيء انا ابيع انا ايش اسوي؟ 300 هي تشيل يمكن 300 ايش اسوي؟ مياز آرمور هذا الفاز ب 25,000 لحظة شارجور 150,000 ينباع 750 قطعة هذا اشتريته ب 150,000 من تقول بيش 700 والله قفاص 150,000 هذا عادي الباندج مال اناركي الباندج مال اناركي الابيض المستطيل الابيض اللي طول لا ذاك بس باناركي هذا هنا الاخضر اي الاخضر ما بسرعه يخلص الابيض احسن منه لا هو الاخضر طول اكثر والله واسرع همينه اي انا اقول لك اي اسرع كتبت مع الجنطه الله يبطل الجو كذا انت عادي تسولف يمكن دول الادمنين توهم متعينين ما يعرفون هي متاكد منها نفسها عدي وادي هي نفسها والله مياس ارمو هذا هاي هذا كل انواع راح اشتري حتى نفس اللون تريد هاي نفس اللون نفس اللون نفس اللون ليش هاي ب 10 ملايين؟ تطلع عيان تشبع بعض بس على ما اطلع هاي ب 10 ملايين لا 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 هاي ب 100,000 والله يمكن واحد بس هاي تولي كرم الله عصرك طبعا بعد ما يدلون هي هاي تعال 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 شنو؟ تعال بس وين؟ بس تعال هنا انا دخلت والله وين هو 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 هاي هنا هذا شوف وين تلبسها؟ هنا أنا المكان هذا الدرع هذا؟ ايه ايه رجعتها نفسها ما استفدنا شيء بس هي هاي خلي بها بعد ملابس ودرع وكل شيء خلي بها اوقف وين ينضم بها؟ هاي جنطه وسلاح وملابس وبنطلون وقميص وبلوزه هاي تنبع بس دباك الغراض ما تعطي تنبعك حمود وين؟ وين هي؟ هاي؟ ايه لا لا مو هاي مو هاي فوق بس هاي شنو مساحة مساحتها 100 مساحتها 100 بس تشيل جنطة ايه وتشيل ملابس ملابس كل وحدة على 100 200 500 300 حسب النوع بس هاي انا ما احتاج خليها هاي هنا انا اضمها ما اريدها بس هل ناخذ الطلب مالت احنا ضمنا هنا زين الجنطة طلعها جيد بس شوف السفر يا بتيرا ست حمود انتبه لي علي صح قلت لك بس اعطيني 1,000,000 اذا اخذ اشتري طلق مو هسه خليني اكمل بعد طلق عندك لو اعطيك شوي عندي راسك ما انت ما عاد 100,000 ها؟
جنيه راسك ينباع ب 100,000 شعب وادك. ايش قد مساحته؟ ما بي مساحه هو راس. بيعه بيعه وانا اخذك بخزن خشمك وانا ضبط رقبك بداني عايشين عايش ما ينضم بس ده فصل النت فصل النت وين يضمه ده هي قطة يعني بس بقى تخلي بالهواء قول يا الله شو اللي فيه انا قلت له فصل النت هو قال وعد هو فصل عدة النت شنو هذا 15 مليون عشان يا حمودي هاي تخيط بس الجنط هذا سلاح هذا اي سوبي لا ما احتاج وين هذا درع ده بيه ثاني ما ذكر بدال الجنطه درع ايه درع انا ابي عنه وين ينباع هون ترى؟ من اشتريت الجنطة؟ من هاي؟ هذا غير 15 اي تقدر سيارة وين؟ كيف مسحته هو هذا؟ ما اعرف والله 100 100 100 تعرف بس وين اروح؟ وين؟ يدهب كون يطلع بي ملابس حتى قبل تخليه بالجنطة يعني هو خلنا اضمن هاي وين؟ هسه هاي وين اضمنها؟ من عظمها هنا اي تطلع تضم بيها ضم جوا طلعت هنا هسه تطلع هي اه هاي جيد هاي وتشوف باور تخلي بيها باسبوع ينزل تخلي بيها بلوزه ب 100 تخلي بيها بطانه ب 100 تخلي بيها شوفها ب 100 تخلي بيها درع ثاني بلوزه هم ب 100 والله العظيم يعني كان انا قلت لاعب ثاني بداخلك انت عندك اجناحات ثانيه لو ما عندك والله لا لا عندي جنطه انا اجناح ثاني عندي جوي اه جناحين يعني اي عندي جناحين استديو قال شنو هو روح لي دروب حتى اعطيك شو اسمه حصل ملابس تخيل هاي هنا ارجعها حمودي بار حمودي ايه. هاي الف مال الجنطه ايه وهاي الف الثانيه مال ياهي مال مو اجناحين حطيت اه ايه الجنطه يعني حمود اذا اقول لك انت رزت قل له وائل انت بيك 100 مليون لا هسه راح اديك شغله ثانيه من هسه راح اروح للبياع قصدي للدروب بس خليني اشتري طلب وشوف باوع هذا الدرع هم ايش كم سلاح واحد اثنين ثلاثه اربعه الدرع بس الدرع وغير هذا اللي يشيل خمسه وغير درعك الاصلي هذا درع سيتي سيرفر في البيتناش هسه خليني اشوف اكو دروب خليني اشتري طلب بسرعه ايش قد اعطيك؟ مليون كيفك مو؟ مليون كلش كافي، وانا انت ايش قد همين عندي تقريبا 200,000 هذا الطلق راح اشتري له هيك بالشاجور واحد بالخمسة اوكي 250 750,000 750,000 انت شنو اذا طلقاتي اعطيك اياها؟ طلقاتي شنو هاي؟ هاي مو مني ما ادري والله هاي كافي؟ كلش كافي يلعب طلق مية ألف ألفين ثلاثة آلاف أربعة أربعة آلاف بقي ما كيف يشتري بعد وين أجد طلق مال إيجنت بيا حافظ جاي طلق مال إيجنت ناني ها هاي حافظ سبايست ويبنز ويبنز فايند أمو إذا فهمت كلمة حافظ عنده طرق هو كل شو يعني يا وهذا اي هذا هو اي هذا آه اوكي اي هذا
لا والله مو هو، ليش وين راح طلع؟ شو اجير وين؟ بالشواجير وين هو تاع سجلته؟ كان شواجير قربنا بعد بعد عندي وين راح؟ لاني فارغات مو وطن حمو يدق عليه بيشتغل نزل يدروب 15 دقيقة وينزل خوش على ما راي واصيله هذا السلاح ما سويته حمودي اوه هسه نسوي مو مشكلة ما نحب خاف غالي هذا غالي ربك مقال 15 بس 150 الله يرضاها محمد بس كل فون ابو 500 بس كل فون ابو 500 فون بس واحد ابو 500 مال الفول اي والله ما اثنين جي عاشر ما عندي شيء بعد تاخذ صار نيكست ياخذ مشكله قوي ضد الدبابه كلش قوي حمودي الدب الاحمر يعني ايه ايه كلش قوي ضد الدبابه يعني انت ايش قدر علي بالليجند وانا ايش قدر علي بالليجند هاي ارمي لي على تقريبا 20 طلقه 25 طلقه يموت بس مراتي تنحرم طاطين افتح الجنطه خلي سد الباب اقول له انا خلي سد الباب هاي بنسيت زرو فوق اشوف فوق اشوف ايه هاي في 100 دينار عندك 100 دينار؟ عندي هاي حتى الشيطان ما يفكر بها عندي هاي ادمنية هذول السوالف والله كارت خذي هذا انا ما اسوي انا ما يسوى فشنو هاي صفر طبقة؟ ما ادري شو صفر طبقة بعد عندك ليش ما يخفض؟ خافوك ما راح حمود خاف لحظة لحظة يا دكتور أركبها ولا لا شو بيها تجي في عندي السيارة بس لفتي يا بدات نزل اوكي حسب تمام راح الإسلام راح الإسلام ما دوست اب؟ هاي ما ها ها لحظة يلا اسم هذا طالع يم ايش تعال؟ تعال اخذ تاخذ قبل اخذ نفسه بعد ما ارجع لك اياه مو تيرمو تعال والله بيقتله هذا شنو طيب هذا عزمي ايه طيحه
شو يقول؟ اي اي شنك لعبة واحدة من السيفة مو؟ جد كانوا معه تعاي الله جابي يبويت نار نوات حمولة مساء قلت لك حمولة ضوء جد ليش نحا؟ أنت حطيت ما حطيت النحا مرة ثانية صارت واحد مجنح يا تعب خليه يروح يدوب عمود لبسك لبسه كامل دوب كله كفه بعد اذا ملابس بس الجناح ما دب له موت ولا كان فاضي او قام تتقطع الجاجه اقول لك هذا وين بعيد لا برمبا لا ضيال الاقرب ها منا اخر صدق تعال على يابسي يلا اثنين نجي قلنا عمنا اطلع لا بالعكس باي بصور مايك وقف شيء ده هواي لحظة أبو سوق الشاك قلت جاي سوى هسا نجمة إسرائيل نجمة سليمان انت جاي سوى وقفت جلسة الحرارة يمكن عبرة 200 عبوعة 90 95 وقالها سيربيا شمع ما بينا حيل سيء ديك الام اس اي كانت عندي توصل حتى 95 قلت 2017 يوم 98 صعدت عندي ما كانت عندي 98 يا اخي سبحان الله يا حاسب اجيب انها تطلع لي شغله صفح جبت حاسب تك ما نويت ابيعها طاح عباس عندي مريض وصل للموت اجبرت ابيعها والله العظيم تطلع لي شغله صفح تسرب ام حساباتي هاي جنطة تمنيتها وين بالاناركي؟ بالاناركي هاي جنطة تمنيتها 2000 و500 من 3000 وصلت عندنا هسه. لا سيارة لا لعبان نفس، عبي بالجنطة واطلع. توكل. جنطة بطل جنطة. وين رايحكم؟ هذا ما رايحين ذاك الدور. آه شنو؟ وين هي هاي الثانية؟ ما جبت الثانية يلا وعد كنا كرسي الكبار هوا بيزاي شو عجب دبوي تقول الله شغل ما قيد دبوي مع الأسف عليك ولك أنا بالطفرات يشهد المعبد يشهد للمعبد ولك نسيت حتى العالم هيك طفر قدامي تحت قدم مغاسل يدني لعبة روحه هاي لعبة روحه من المعابد العباس عافي اللي واحد كنا بقى يمين يطلعون ونخلص والله كاوي هسا كاتبين على المعبد نستقبل جميع الواحد عدد الوفاة سيغسنا توابيت حمود حرامات والله زلك انت بنبتلني والله نوتي حرامات والله زلك انت بنبتلني ايش انا لازم قبل خلي ولا ذن اسبوع والله شو قاعد اضحك بالتحليل تتذكرون؟ لا من يجي وبوعد قدام جاي من يجي والله 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 وال
مستحي يعني تعال تعال ترى غير مباشرة مستحي على طيارة حبيبي يا خالد قول هو مش غسيل من الوتر اسمه خالد ما ينصح ان نخلط عظيم قلبي شيء صوتك ولا ايه مو لك ذو الاسبوع اللي جاي جاي شنو الاسبوع الوحش وين الوحش يا طيب الشاجر هذا بال 400 بال 500 وصار بال 300 خطيب ليش خيال صار واسع سلاح علمي قال وين الطياره من فوق هذا خذ سويته على تشتين فلوس ويريد يقال بلاش عادي من نصيب لا هسه مال دي بابا هي هاي ايه سويها القناة وين شفت بس على الوان طلعت لنا بس يمكن يوان شوي نتفيد قدام هاي واحد ناباني بيت لو ليش خو صعد الوال؟ وين؟ بس إيش اللي هاي صعد الدوم. ويا ما هاي صعد عليها. وشنو هاي فوق؟ ما صعد منها على الحبيب؟ أي مويه فون فلاين. هذا خوش مكان تصعد. صعد فوق الدوم أنا صعد هناك. شنو تخش في الدبب؟ ها انت لو صعد هناك يا صديقي هذا هذا شوف هذا يا ابو عين ايه هذا هذا البوليس؟ ايه اخو بلد يا بلد يا سعد نشكو ليش لك ما تقول؟ اش مالك؟ هسه صار كل شيء الاخير جاي تنزل بالست نزل عاد شنو بدي تدور في مشاكل خاصة والله لو انا عليهم غير نسخة البيت 2024 ما نزل وين؟ شنو؟ قال اجازك وين؟ مين اروح؟ كيف تصعد؟ هنا يمي؟ منين منين اروح انا اجيب لهم؟ اي مكان؟ وجاي افتر بس اطلع كانت داية تبعت تعال تعال لا تلف لا تلف اه هاي شنو تقدر؟ دبدوب 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 لا هو مو قلت ما يرموني مو طلع قبل ايدي على ظهرك انتظرنا عليك ولا ولا حاول تعدلوا عليك لا استوى الهمل من المواصل خليك تدور الزوج حتى ما يقتشوا Yeah.
قريب بتصور 40 متر يمنا قريب عليك حمودي بس عالجنا حمودي عاج بوقتك عاج ما حد يمك يا ما حد يمه هذا الدب اليمي وين جايني هذا الدب لحظة طقيت يجوني الا طقي اللي يجيني ولك السلاح مالتي بي اس اس كي ما هو دفعك وين دفعك؟ وكذا وش قد خذوا وش قد حموا خاطر الله هاي بمين صعدة التير You're a zombie, Shinkish. Oh! Saadina, Saadina. Baruch Kafi, Amo. وكي عدي بابا عزوم بصاعد هنا يمي دباك ناطك تني ايه هذول الزومبي وكشان دخل من عندك ايش قد بعد؟ خلصها ابوي شنو هذا؟ بس والله وجبه يعني وجبه غذائيه تخبر يلا خذ رقم خمسه اربعه العافيه اوه تعال عاد سوي جلود احنا اي صيد خل اي خل نعدلها قبل انا اخذ شنو؟ خل نعدل جيوت قبل انا اخذ لا يا اخوي تتاخر بالعكس تتاخر وعلي تتاخر بالزايد لا ناخذ المنظومه الناس اي بالضبط يا والله تعبان هذا لازم وش يكون يعني
لعبت له واحد يسوي لي بيت هنا وفضلت هسه عرفت الدبوك اللي تجعنا هذا خرب هاتش بس والله وش بيجت مع المخابين حتى ما تفهموا اول ما اجت لي تفخر هاي ستين خربت عندي هاك هاي وحده عندي خلينا الله بس هاي 25000 كبيره قويه فاعطيني 60 بعد ساعة ولا ست يمكن اكو ثيم مثل هاي بعد طيق لي قدام مش واي والله هاي ها مش واي يمكن اكو ثيم بعد لي قدام هاي علوه ثانيه صعده ثانيه وين كانت مستعد كان ليس استخدم هذا الطلق الغالبة أو ميجي كاسي هذا خليه بس الوحش أوه إلي هو هذا المكان الراقي شون لا تقل سد الباب وحدة لك وحدة لي لا تقل طب وسد الباب لا يا أخوي وحدة لك وحدة لي عط الله ايه تمت صعد من الاخير تصعد ايه من يا اخي ايه صعد ايه جيبه بس تدخل الخليط انا رايح لا فوق حاطينها من شو اسمه من هذا البوج وهذا ورش ثاني لا راح اجيب الوجه بس وقف من تجيبهم حتى لو كمان انت ظل مالك انا اكو كبش فيده يجيب لك لا افتح عليك لا افتح عليك اي بس لي بس ما يصير زي ما تكلف عليه. أنا ما غير وانا توب هاي جهاز. يجي. هاي جه من الناس. اللي هي بالغالب ما تغير نار قاعد سكني. شوف من هنا اذا عجبك الهجوم منطقه مكتوبه لا تعالي تعالي تكلمش اه شكرا
وين مكانك اللي ينطر عليك من الساعة؟ أنا أقول لك وين هذا النوم. بس هو بدنا ناخذ هاي الجهة عم نشوف هاي. بي جوني حمود. آه والله. تراك يومي. تعال تبر علي. الأمريكي هم قوي. ها؟ الأمريكي هم قوي. ايه. كون باكيتات نخلي هنا ولا هذا كون جنرال مقاومون فيزا لا لا هذا ايش ديرك هذا يكسر خطا شلون ميت الدبدوب هذا طبعا حتى الامريكي راح اخذه ايش فن شو بقيت عليه ليه قلت له طيب 20,000 والايراند البركاني ب 50,000 وهذا 200,000 شو عرفت جوك؟ سمعت صوتهم ما طلعت رسالة؟ لا طلعت رسالة. لا صرت نادر فيه اللعبة عجبة. هذا الأحمر البركاني هذي؟ لا وين؟ أصلا ما هاي كيف ما طلعت البركاني؟ ما شو مساع خصة؟ شو هنالك هذا؟ عرف من ناحية مزرعة. شنو هاي طلعت؟ هذا كلوت رايح من منطقة ميلو ربع ساعة يوصل ميلو ساعة ميلو يلا المرانا حول ليش مو انت ليش العدل انا هو ما اضبطها انت بس يبي ما يخ اه من يجي لهم وايد متودي تمام تقريبا هنا هذا كريتك بس ما اعتقد ما وقت اعتقد ايه اللي انا سياره وصعتك فوق السياره وكل ساعه في المنطقه مو تتعجب خاف ما يسمع الصوت ما طلع ما زين قلت لك اذا صعد بسياره وصعتك فوقي طيح ما ادري تمشي السياره تيك توقع ما اتمنى يمكن لا يمكن ما في الحمد وين المساء حلوه عراك ايه لقيناك صح سليك ومارمي لا
حتى ما لك شو اسمه راح اتاكد من الشاجور كان صعد صعد فوق والله بس مشاعري كيف فاطمة ولا لميريت توقع والله اوقف هاي السيف توقع اي بطح والله بطح توقع لا والله والله يا انت بشواني بشي انت بلا مشي بشي اي اي شكا السرعة هاي هاي بطة هاي حتى هذا كنت بالي بميل يمشي ويكف فوقي مشي يا اخي مشي بس بيش بالطيخ بالطيخ شوي نتعمق صعدت؟ صعدت ونحيت وديني ليه بسرعة خلص فين اكون راح هو؟ هاي السجن يمي الدار اي سجن لا دي دبوا حدا حق وصاصتين وعور وجعور هذا من أصل الخريطة ما يختفي يا هو هذا الأسود اللي الرصاص هذا بسرعة يموت يعني أول ما طلع الخريطة طيب مكان شلون تنانين قبل من كان ديناصورات تفتهمل بس دي من كذا تذكر دينا صعود قبل كنا نشرب معنا في بنحصلنا شو اسمه بس بنحصلنا ناركي ولا كنا نشرب قبل وين 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 انا مين انا قبل اقول لك اللي نقرا طب روحي سيرفر اسمه سي جي جيد راح اسال كيف تقايد جاء لا تختفي السياره حمود ضمها وعلي والله لا حطوا علينا هسه لحظه خش من طالب وزود وضعتك ودبها برقبتي خطيتك طب العمق هاد تنزل طب عدم الاستاذ تكتبه والله بوريج بس اخر الظهر تتذكر هذا البولج؟ ايه حصاني حصلت كلابي حظ حظنا طاح بويا جوني ناريين ثلاثة ايه تتذكرها ظلموك طحت هوني بس كان كل ساعة يطلعون كل ساعة يعني مكان احنا يطلعون بس ما اعتقد هذا المكان يحيى انه هواية لو هذا بس هو بالعمق كمان نصل العمق ما حد يطلعون شنو هذا؟ صندوق مال طلق تعال اي مال سامي واحد هنا وين هنا هذا هنا هو هذا كلش خير عن حفظ ايه ايه هو قل لك ما ادري ايه مو هو هذا البيع لان دبابة جتنا باخبار ايه كل ساعة طلعوا حتى قلت لك مليت عمو خلينا نروح قلت شلون نروح؟ كنا شلون نصير طرحنا معكم مو كان نصير طبيعي انا صار على هذا نستاهل تمشي في الملعب الى خمس دقائق طبعا كانت اكو بيغنيه مزعجه ليش شالوها؟ يا مال عنا مستون لا 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 نابع الحل
السلام عليكم. يقول ما يقدر يجاوبه على يوميه شوكت نايم وين نايم ما تقدر. لا والله اول ايام الدوام انام بشوكت مو نوع بعد الخط مالك شو اسمه بس خط واحد؟ خط واحد ورسكم مايكروفون اي مو يقول ايش كان لاعب بالسنه ما عاد سوى 50 لاعب حاليا غير الحين هو غير سعته 150 واحنا بالسبعه هسه انا صفر يلا انا بجي انزع كذا ما انت تغلط شاطرونا بالعمر بس يا اخي ما ندبر نموت ماكو مكان صرعي والله خير شوف بس هذا المكان اللي احنا فيه واحد مثلي هو على مال واحد من يجي يدي بابا قبل يجي وسد الباب. شوف سعدك واحد هنا انا. من طبولي بعد. وذا قال لك شوف الباب انت يا بزدود. لا هاي ناخذ راحتنا. تعالنا تعالنا. يختصبني. حط بالعمق حمودي. اكو بوي شلون هذا هناك؟ يا مليون صدر. حمودي خاف يجونا حمودي. مسافر سيارة؟
بعيد او قريب؟ والله وين موقف ستيك؟ بجي المسافة. هذا بعيد. والقرآن الكريم يطلعوني. هذا السجن والله هنا شنو يروحني. يطلعونا والله. أو فوق بالسيارة. شوف بس يطلعون قبل نسوي لك عاوز بس يطلعون. لا ليش هيك ليش؟ ها. وعلي. فوق بالسيارة. بدي اشرب مي اشرب مي. شاتش شاتش يطلعون. ذاك جاب المشكلة. اه. عمر ما تلحق تختجي الخروج. لا لا خمسة كان مو على الأقل مو قبل يقضون وراك. أنت وينك؟ ستيتك. شو القف هذا؟ وقفونا برا هنا خلينا نبقى هنا هنا أهو هنا. ليس لي احتياط. وأنا راح أوحد يشيل صخرة. لا ترى لي قلي. أكسيدس ما عايش يوم يشتغل مو؟ لا. ما عايش. ليه وين يوم يشتغل؟ وغير طاف الكهرباء كل ساعة. عشان هو قاعد صعدان هنا وانت تعال. إيه هو إيه هو هيك. بدي يشتغل. بس يدعي يكون أكو بعد صخر. يلا. هاي عارف هاي. هو ضاع أكو أماكن أو أماكن. كنا ساعة أطلع الواقف عليه مو صخرة واحد ناري. ناري. تطلع لي وجه الصخري. هسه تطلع قدامك؟ الله أكبر مستيك. آه هاكي أسخر وقف لأرض لأرض خنزل خنزل ما جاي يشوف شيء عادة تبسل مو وايد يشوف صخور هي ما ضل شيء بعد 200 متر 190 متر بس هيدي شوفاني بس هيدي باوري والله بس يطلع مو بوت عمود دوبل أرجع للصخر أو لا 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 بس لا تركض. ها. والله. بس استعين لا تركض. توقعت بيت عادي هذا. ها. آه. بس هذا بيت ما حتى لو ما قد نقتشهم بيه عادي. وجدار نصر عليه. جدار؟ زوم 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 بيلعب زوم. انت. أو خلو بي اس اس كي. كاتب. وين هم؟ بالبيت؟ لا انت شيء من هنا اوه تعال تعال والله ما قصدك بس بيطلع ترمي لا ما هذا مو هذا تعال ولا من السيارة صدق طلع الطيارة ونطير ونشوف لا لا طيارة ها طيارة؟ لا خلي ها ناخذ طيارة شهيرة وحتى لو شلون نهبط قلت لك شيء ما تصعد يوقف الحلو يبقى صعد يوقف السابق لو جوعانت والله اليوم هيك شيء حمود اليوم يريد يموت وينام جدا حكي يريد اليوم خلينا انام بدون بي اس اس كي ياك شو ماكو دبابة شنو في؟ هلاك بوج ها؟ هلاك بوج لا اقول دبابة شو ماكو؟ هذول الدبابة نار وياهم ذاك يدخل اشيلك عيون هو هذا المكان لا بربه والله اعتقد يعني قبل طلعوا الدبابة مسافة بعيدة بس بعد ما يدرون بينا يمكن هذا المكان اقول هذه اقول لك ايوه هذا بوج ذاك يا مسافة ما جاي يشوفوني جاي يمشون سليب اب
راح صفطها. ممكن مين لا لا ما ادري شلون لا والله. عليك وبصل بيها. يا ما شفت. شفتهم انت ديتهم. شفتهم بس وياهم تعال الناري. زين. كثير لله. بس لو يسوى بيها مجال. يقول لك راح اصعد انا باول بعطيك. شو ديش مره من نتت. بس انا شيء ما نصعد ثنيات نسوى. حتى ما حد يروح الثاني راح اصعد على هاي شو اسمها هي هاي؟ الارضيه. شو السالفه حمود؟ هنا على ها الزرقيه؟ ايه. بس انا هنا ما سيطر حمود. ايش؟ حجر وهاي ما سيطر. اكو واحدة زرقاء مرة ثانية؟ اكو بالقاع. اوه شو خلنا ننزل بيه. ما سيطر هنا. ما اروح نايم الى البيت. ممنوع غير ممنوع. ليش؟ لا لا منطقة عسكرية نعم. وين وين بالقاع؟ هذا. وين؟ وراك وراك. بعد. بعد. اي هاي. اه هاي. ولا تصعد على البيت ما تقدر عادي. نحن ما يجينا هم مش قد بلاش نشوفهم بس خضر اثنين وحش وزومبي ارمي الله لقد فات اوان انسحب هذا العاولة راح ارجع اصعد خليك كل هذه العاولة ياخذ اوان راح ارجع اصعد انه يغلس عليه يعتبر ما يموت خلينا نكتل الدول اول مره خلي ست هاي الباب يطلعوا لي كتشن عليه بيقى اللي تشوجه بسم الله الرحمن الرحيم حصلت لي كفه هذول كذب ثلاثتهم كذبوا بالدرج والله عبالي خلص طلب البي اس اس كي بيتوال سويت ويكون خلص عبالي قلتش انا اول مره انا عبالي قلتش وين عاد الوقت؟ اي مو يجيك وين؟ اجاك من بي اس اس كي وقوم ايه ريمين حالي هاي قلت الساعة انت بالليجند ايه لا اخو طبعا اذا هذا اخو بس وايك يطوق هو يطوق حمودي بس ما دبيت لعلي ايه. حتى 500 طلقة من الساعة انت شقد بالليجند رميت عليه مو اربع شواجير ما اقل هي خلص شادي وفول شادي وفول ما طلق هو سان شنو ضمنا هذا السلاح بس للوحوش وين؟ عم يشتري واحد خلص المسدد شو اسمه السوق يا قبل مش ساعه قال هذا غير مفتوح هو السوق لا اوقات يعني باليوم مرات اوقات بالش اسمه بالاسبوع بس هو عايشها ما تقيل شوية تعبانة ما تقيل ايه انا اقول لك ايه ابوها هذا احمد لو رمادي هذا رمادي هسه شوف شلون لا يموت على الازرق خلي ولي طبوا ما شنو الازرق هو لا زين هذا رفع الخوز بس ما اعتقد هي هاي حمود تشن بيها اه
لكن يمكن هي هي البيوت قال ليش عندك هنا الناري تتذكره؟ ايه روح عبال كلمة بحترح هو صح او كمان منطقة بعد هذا بيست داير احمد او لا عاود عاود شيء تاكل هذا اخبار ليش؟ ايش منطقة عسكرية شوف هذا جي طاح جوا دواعيه من ساعة تعال اجو اجو ارمي 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 ولكن بيجوني اي حياهم الله شو 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 وين؟ المهم انت انا وراهم يلا ابتدي بيهم هاي صعد يا ابني انت ظلم بس خلنا صعد والله البي اس اس كي هاي صار ما صار روف عشان شلون طقني؟ او الناري ثلاثه بس لا جرحك لا لا ما جرحني انا قلت لك ثلاثه لو ما ادري اوف انت ما جاي تبني خليه يبقوا من النار راح جرحني ابن القندر مات واحد؟ لا منطيز لا ما يمكن اطق على ناس بساعه يموت انا انتبه للطلق لا يقلش السلاح بس هذا المكان راح يتعبني لان يطلعون ذول الناري احنا ما يطلعون ذولي. ايه انا ما يفيدوني ذولي. طلقي غالي. ايه انا اخاف الطلق يخلص ويصير ناير هذي مات واحد تاكد؟ اي هذا بالدرج اي مات الثاني لابس واحد هم تفرقنا من هذا المكان زباله اي بس ناريين طبعا والله مزعج اصير لوته قوي وحقيقه إيه؟ شنو 20 هيك مات هذا شنو هذا الزومبي هذا نهايه العنكبوت لوته زباله يعني ما بيهم خير كلش يعني خسارة مو ربح الطلقان بالنسبة لي ما يفيدوني
على الجسم كله يلا بس راس. إيه بس راس وبيش 25,000 يعني 50 طلقة. لك واحد أخذ بيمك ميت فوق. فوق. إيه. ميت يجيها. ماك. ما هذا. أنا أقول خلنا نتفق. إيه. كيفك يدنب كم قام؟ لا يدخل ماشين يا واحد. بس تخسر ما تربح. إيه طبعًا. إيه. ناوي يدخل. أنا شو سوي بهذا الناوي؟ بس ما طلع بي إس إس خرافي. إيه طبعًا. ما طلع كلش طول. عشان ها ها ها. إمزي ماشي للتاير. قوي كلش قوي. إيه. وعالي. ملوغش. بس عيب يا اخي عيب اذا صفه خرب خرب طيب انفش منطق بي قولي 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 لا تقلي نالو لا يا حمزة وقتي تشسي وقتي تش بعد ما عبرت الكلاب نو بدي بقول انا خاطر الله لا تقدر يجرحني ميت يوم يجرحني جرحني لا الحمزة خلينا نزل انا طق انا زومبي وقمز من السيارة انا عبت الله على بيسي بس نامتت لا بس خلي داور اوقف خلاص طقوني غمع قتلني تسافر يصيبه الشاقة سال حمود دبوح كل مال خرب مش مين هذا يا اخي يا اخي بطيء خرب يومه انا هم انا هي خرب ديني كتلني نعم تطلع على اهلك والله مزعج اربع جوح الله اكبر ما تداوي ابن قندر هلو بس لا حمود يروح للماي ماكو ماي واي يا ماي هاي الدويرة كسع طالي ماي على والو ماي دفع لي ورا خاف يجوك زربة ايش كم واحد؟ اثنين قتل الله انا مطي ما نزلت بسرعة هيا هاي حشرة بينا خرب يومها دموت نعم تطلع لأهلك وين ليش طلعت من اللعبة؟ هاي طبعا اللعبة شكلت أكان شو سوي اشتعلت هنا الدم ما لو هي حتى العلاج يا اخي ايش موتني انا بس ردفتين غير بالسياره هذا لا تموت التهمين شو انا عمود اس اس كي مالتك اي والله في اس كي واللبسه هاي في اس اس كي اخذ حمولي اخذه انت نزلت من السياره؟ نزلت شوف تابوتك شلون صار تابوتي مو واقف اي اخذه 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 في اس اس كي اخذه شو عجبني عندي لا شوف عندي فكره لا سحلادم سحلادم هو امتظر كان هناك ولا يجونك لا ماكو راح تسمع صوت شلون شلون اجي؟ هسه راح مستطاع يجيك لانه شوف تابوتك شلون صاير تابوتك صاير بالعكس حمود اخذ البي اس اس سي وين اقول لك؟ سي وين اكتفت انفجرت بيك تفلشت بيك بس ما
اكو ادمين لا اكو بس واحد. اجيك الطيارة؟ اجيك الطيارة؟ هاي الطيارة شوف والله ادمين لو مو ادمين ما اعتقد ادمين وقف لي هو يقهبط هو او تاي يقهبط لاعب هذا لاعب ما يوصل انا اجيك الطيارة والله راح يلف ولازم اللي يجي من عارفين هذا وقت الله أنا وصلني هذا عاد من حمودي وين كنت لحظة نوف حمودي جاي يحكي جاي يحكي يشغل ما يشغل الميكروفون عندك لا يشغل اللابتوب ها I just died like in the crater called by ما جاء لاصوص السماعة اي like one of the beer killed me inside the car yes oh okay in the crater, like near the, like there's a radar and like a military zone just above the crater, big crater at the south. Yes, where like the one just above the. Crater like that the many beers and that red like volcano beers spawn usually yes oh you could like fly me to the my loot Oh, I could win a share that. Oh, what? Where am I? I'm going to go here. But... He said, I don't have a way to get the teleport. ترجع بعد ضربت نبوي معك مع البيسك ارجع بعد بس خاف يحكي وياي اذا حكي وياك قيل دوسين في شمال انت قامت قلت ما اشتري بيبسي قد ما اموت انا هم يطلقوا واطي بسم الله بس المشكله ما يدري لك وين بس انا قلت لي بقى داري
راح ترجع وارجع عند جثتك قاعد يقطع خراب مني. في اول موت قاعد يقطع خراب يوم هاي اي هاي اعدي بابا اوكي تهدي بابا احمل قطعته ووقفت الجسم بس قال انا اسف يعني تصورتك بس حمود السلاح ما تبي اساس وين عندي عندك هي زين ما اخذ الطلق الا كان انا قد كتب بيه خوي مو قلت لك اخذ الطلق It's a clear ego. عربي عربي شنو جات تقول قلت لهم جاتكم وجبه ثانيه العزم الرئيسي جين؟ اي والله ابوهم هذا خليكم اختفاءك شنو شيء؟ ها؟ شوف ماكو حس يعني بس. ليش طيارتهم؟ بس يطلعون يلوثون وراحوا. هم يدبوا يدبوا انا بسأل اصل يوم جيتك. جاي اشوف ورق ينزل عبا يدبوا وتنزل. يسويها بخت يقول راح ياخذ طارق ايه راح يجوني؟ اي راح يجوني ياخذونك. انا راح اظل هنا وما يطلعون كل ساعه ويجبي. انا راح اروح جثتك. هي جثتي وراك؟ لا لا جثتك الجديده جثتك القديمه. هاي هنا. هاي جثتك. وين الطياره؟ بس راح تجيك توهم طلع اخذ بسم الله الطياره صفر. هاي؟ هاي اي هي روح له مو هو مو هو لا مو هو بسرعه بسرعه اقوله هذا الاذن هلو I am his friend احمد I'm just guiding his tomb like if it won't disappear Yeah, like if he could be transported here, or they would may by heli or by any kind of me. Yeah, somebody's going to find okay, thanks. شنو؟ قال له راح ياخذ يجيبه هنا. بالطيارة؟ ايه. خليه يجيبه هنا. شنو؟ ما قال له هو راح يمكن جاي يدربهم. اه. والله.
هذا ضرب في يمين يمكن شك خاف على بالك يدخل خمطك ها ضرب في يمين بوالي شك خاف على بالك يدخل خمطك ها ولا هو يدري أنا صاحب هاي الطيارة هاي هلا ماي فريند انتم ماي فريند مو احمد مو هو لا لا مو هو هو ما دام دافع عليك بعد لحظة انتظر لا لا مو هو جايك شيء ولا لا كان مو هو اي قول يلا اصعد 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 كذا ما يعيش انجليزي ايه شهرني قلت لهم عبالة مو انت الله يضحك وعلي تقدلت نفسه عليك بس قبل صايب اللعب بس استعاد من يمك بعد ما حنقدر نحاكي اي ايش حد الدب اللي وصل لي جيب له وجبه تعال وخد قوه كان بده يسكينه خاف كان يشلع براسني شوف نظارتي شلون تبدي في الساعه هسه هو جاي بس وين راح اختفي؟ راضية هسه هو لو جايبني مو اسرع من دولة يمكن جاي يدلوهم دول يدلوهم شنو ساعة قتال عندنا؟ عم بقى جاي تعب داس ديك ما جايبني داس ديك مثلا وداني هاي هو ايش ثلاث مرات؟ يوديك لغير مكان يجيب التابوت مالتك ويقول لك خذ اغراضك لا مرات يعوقني بمكاني هو يجيب لي التابوت ويجيب ما ادري جاي ايش بس ما سمع ما ادري جاي يحكي ها افتح المايك دوس الان ها آه لازم اي لا اول انا راح اجي انا راح اجي هذه ما يجب أن يأكلهم Thank you for the transport Yellow ones Yellow ones انزل لا تخاف ما قدش انزل ايه مو من الموت Oh, there's some of beers like I couldn't see any تعتع من is like is he safe to go to his tomb? It's just behind this rock. تعال وتعال. أباي نعم. من شو هالشيء؟ يقول يلا حاول. تعال هنا. جيب غراضك وتعال جيب غراضك. وين سلاحك هذا اللي على ظهري؟ شكله ضحك انت ابوك شلون صاير؟ هذا سلاحك تعال اخذه وين؟ هذا هاي شنو الجنطه؟ هي لك هاي لا هاي المفروض شنو تلبسها جوا شو اسمه؟ تلبسها بمكان الدرع مكان الدرع بس على فوق كل شيء اي هذا؟ بالله ما تستك وين تلبسها هاي
تبي بس هنا جيبه حطه هنا. آه هنا. ها أكو شيء لابس جاي يأثر عليه. انزع الجنطة هاي. هاي؟ لا اجي يمنا. إيه. لا مو هاي شيء. هاي شنو هاي؟ انزعها. أكو شيء جاي يأثر عليه. انزع هاي. انزع هاي. ها اي فايكنج بولز. هسه البس هاي. He tried to wear. Oh, that's okay. Yeah, it, he just tried to like take on his Maya's armor, but it won't allow him until he take off another cloth. بس هاي ما تلبس. شو يعملش كابي دلمي؟ هاي ما تلبس. خوده. ليش ما تلبس؟ خاف من دمجه. ما بيش. ما تلبس. خلي يبي لك خاف من الدمجة ما عم الدمجة بيرسون بس ليش هي بس دفتين بس دفتين ليش يعني سدي بيت غارف كذي يلا ما Be careful of the three spawned in سوالي راح شو اسمه راح اصل الطياره واخذها ماشي؟ شو خلي هاي بيدك نروح البياع شو تقول؟ يلا شو البياع؟ بس ابو ما تقدر لازم لا ثول زرابيط الدعايه مال مشاكل خرب ليس هي والله شركوا بعد شلون؟ ماكو شيء ضامن بيه ليش ما تنضم؟ اكو شيء لابس جاي ياثر عليك هسه الطياره ايش هي اللي هو هاي؟ يا اخي الطياره حطيتها غير كنت اسمي طبت جوا القاع هم راحوا؟ لا مو جديد شو هذا؟ طيارة شو اسمه؟ راح هذه اجوا اجوا والله شو راح يقولوا؟ هو عادي I just like spawn the hilly بس just spawn underneath the ground I don't know why this happened I think because it's a rock like invisible ground I'm trying to back it but no luck no I can't I tried to lock back it but no luck يقول أكو سيارة هنا Yes, it's the car where like my friend died. He was inside this car and the bear just hit him and he died instantly. شنو السيارة؟ شنو يدري؟ ها يدري بطها يمكن ايش يسوي لها؟ خاف يدفعها لحظة
والله عيون على اشتريها. ابو خلا اكثر عليك. قد النوم يقول اعتقد لازم انتظر ادمن. انا راح اروح ليش السياره شو اسمه اطبقها. هاي فجر فينا نفسه. لا طلعت ما بيه شيء بس مضمور مكان ما حد يندل. بس والله وجبه من ساعة والجتكم خرب يومها. حتى الادمن الرئيسي تدخل. شفت من ساعة الادمن ساعدني. هو صح هو ادمن تعال ساعدني. هو قال ادمن ساعدني. قال هاي قال انتظر دقيقة احمد. بس الطيارة شني؟ هسه راح يجي ادمن يدخل. عليك عندك مشروب؟ اي عنده هواي. ما انت خلصت. يدري هو وايد يصرف صح تشيكو شنو مشروع؟ وش تخوفه حتى لا علامه ما بيدي هذا فايدني ماكو هاي شركتها صين جواك واحده بعد بس هاك بعد هاي شري مو بكم معروف الخوذه ما لبستها؟ ما لبس هاي انا اقول لك لابس خوذه ثانيه ما شفت ملابس مالتك ها شوف ملابس هاي اللبسه الفرعيه اللي اشتريناها ب 10 ملايين بياخذها اصعد فوق اصعد فوق اصعد فوق لا فوق لا لا جو شلون فوق ها هاي 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 كذا اطلعها هاي هاي البس الخوذه هسه رجعها هاي بس شلون نربط الناظر وين هي منو بيها ناظر؟ لا 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 لغيتها والله وخرته والله كنت اكيد ما اكو لغيتها فضلت لي وين اخليها حمد النالون؟ بالخوذه نزل جوا تلقى الخوذه نسيت شلون وين الخوذه؟ شوي والله عمي شوي بزوده باتون الدور مع باتون هو من هو بيك بس عشان اذا نجيب له خيار بس هاي اوه جبت وجبه تعال 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 اصعد وين؟ اصعد هنا راح اصعد بو اجاني هم وين راحوا؟ لا هذول يوم راحوا ما تصعد شو اسمه ابن الزفر اطبع فوق اطبع فوق اطبع فوق وصعد ايه راح خرب حظي سوبر الفقر لا يدي هو تمكن غير مكان
يمشي الناي ما هو هذول عاوي عوف عاوي عوف عوف ما يكون يو عجت وجه واقف يا أخي مكانه والله الشاشة من كل الشاشة وخرج لك خير والي جو الجناوي اجت الأمة العربية كلها اطلع 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 قال قولوا شو حتى حليم قال اطلع قال حب اللهكم قال جو اطلع وين اطلع والله هو قال هو قال ليش قال حماك ادمن جاي يقول شنو يصير شنو يصير حاضر شنو يروح وابا شوف سلاحه سلاحه يا ولك هاي منطقه بسلاحة أدمن سلاحة تطلع لك بمية مليون اليوم بسلاحة أدمن طيارة جتة قلت شوانا صاحبي وقف ارجع ارجع قلت صاحبي No, no option. There's no option to get in. طلعت يم. ها شنو يا حمودي؟ أي طاح منك بس خذها. لو خذها طاح من عندك. شنو؟ خذها طاح من عندك. يا خودي. ما تأدمن. يقول الموس ما تداك سم العراق ادمن ما تبقى الله يا ادي قولك شلطني قاعدة تسيبها كله عمودي زين احنا رجعنا لازم لازم يا اللي رجعوا الطياق مالي طياق اختفت يعني هسه ذاك الادمن هذاك كبر حتى طياق مختفت خراب مني وعلى عمي ناس صارت قضية ريع عام ايش الجاي على الوالدك اذا قلت لك اللايف انطقه بعد خايف شنو؟ نوير مو منطقه لعبان the other guy he was just flying and then dissipate and he fell and died while our heli just right there just this rock when I just spawned it and it's dissipated beneath the ground وين واجه يا اخي شو ما هو؟ انا ادري هذا يقول نزلوا ليش ما ينزل؟ غير واخذ الله شوي وايد I'm strange, I can't get like from the ladder. He's stuck. What is it? It just stuck. I can't like. I'm even falling from it, and you won't. I witness it. our heli, yeah, our heli just right there. I will kill you. What happened, Hamoud? Hamoud, you get a monster, is it? Big shot. Yeah, I'm passing.
ولو قلنا ما جاي ينزل او شيت اجوني او شيت اجوني او قوي او شيت اجوني تفاهم شنو؟ تفاهم بعد شو تسوي؟ بس تعال او هيلي جاست لايك ستك بنيث ذيس ذيس بوينت It was right there. I just spawned it and like only the tail appeared. I tried to back it and this guy also helped me, that the one he died just too simply. But it also no avail. Oh, my jay is it? So it should be like not everything except this mountain, right? It's like an invisible glare. Yeah, so I was like Harry. We was like Harry. We tried to escape as soon as we could. Like it was infested with bears and beasts. I think it's little bit like it 4 million. The one the I think you either you or another guy just took it from the under the sea. Yes, like this exactly. I think my friend is also stuck in the tower. He can't get in. I think there's like a glitch with the tower. Okay. Oh, sorry. Sorry, sorry. I forget. هذا خفض. راح ينزلك وي السيفة كلها جبناها هنا حق الله يلا بعد احنا خلنا نفوق راح يسولف وياهم يقولوا ما دي جايسة قال تسوقوا فجأة وش اسمي فجأة لقيت روحي ميت الطيارة اختفت وميت يعني اعرف الغلط مو من عندنا اي كل هاي المنطقة كلها غلط شكرت ما قلت له شكرا الترجمة واسف روح للدارة يا دارة أيوة ولك هو العظم الموت والله العظم الأنسو العظم هذا هسه نزلني لو ياهو لا يا لا مو هذا اللي يختفي ويطلع هذا بالله شو اسمه هذا اللي هذا هو صعد بالطيارة خليه بالسيف ولا شوية دهب أسود شوف شو هفتك الدبابة حبودي يقول وشيت جو وشيت صوت خواجي ساحتو يا ساحتو يا والله يا والله يا والله يا محتاج احتو يا احتو يا والله يا والله بس انا اشوف الطياره اشتبطت تطلع بالقمامات بس والله لو رايحين لو تيجوا يا ابوي يا ابوي يا ابوي اي والله شو ايش عندنا استاذ شو يعني قلبه خطي يا عاد جاي له ومعتمد علي يعني مو صغر كنا في ابوي وعد الله كامل صديقه او شيء تيجي ساحتو يا ساحتو يا ابوي يقول شنو اجو بس طبعا جوجل ترجم لي اجو والله كانت الله
لعباتي ساعة الدولين تير الثلاثة كله ونسي بس أريد اللي أشوفها إيه لا أبصر وعدي كان أقول بنتي والله بس يعني تعرف أنا خطأ مال بوج يعني لو ما أدمن شاورين يعني ماك فايدة بوج صعب ما أقدر شو اسمه شوف أولك اثنين بق إيش اسمه الديو بات سوى واحد شوف الثاني بصير كبر وخلنا خلونا ما صدق طلعنا من هاي الله كاوي سيري كنت نلعب عروة حلوة سيطرية بس يا أخي هذه النار كيف كيف والله العظيم غثة ما عندها على روح طفية بعد ان شاء الله ولا مره وقفتها صحيحه ولك هو على الدنقة وقف لك يا علي انت لو تكملها من اليوم القيامه ما تسوي اجت طيارته هسه اقول خلي ما قبل اصير مضحك ها شنو اطلع من السيارة بسرعة جاءت تلفها بالاسباني اي حالة البقية دواتين وراح مطبسة بيت هم دولي؟ جبال يجب شسمي Thank you guys for this help You're on the admin Like you really did a great effort I wasn't expecting it to be that Like infested with all these hordes Yes, the other one Every person, okay It's like if many People like it, so it's fun for every person in the group. Who should watch